السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى متتبعين؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيان؟ كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب العالمين. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم للقناة، وصلنا ل 80 ألف مشترك، مبقى لنا والو نكملوا 100 كا. المهم بنات جداد ولاد جداد ما تنساوش كاين هنايا أبوني، ضغطوا عليها، واللي باقي ما دارش لايك تهبط دابا دير لايك، راني كنخدم معاكم واخا كنغبر عليكم في القناة، راني كنقلب لكم على الجديد. وإن شاء الله هاد الأيام غادي تدخل فيديو مهم، فيديو ديال غدا البنات اللي كيسولوا على عطور ديال ميزو الهمبره، راه غادي تحطوا غدا ان شاء الله في الفيديو. دابا حاليا راه مشى الحال وهكا غادي نطلق لكم هذا الفيديو اليوم تحت الطلب ديالكم، راه دخلت السلعه وانا غادي نصور دابا ونمونطي دابا ونحاول نطلق لكم الفيديو اليوم واخا غادي يكون معطل. المهم نتوما كنتمنى منكم غير تدعموني باللايكات باش اي واحد ما وصلوش هذا الفيديو يوصلوا. وغدا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو على العطور ديال ميزو الهمبره، والفيديو اللي من وراه غادي يكون براند لطافة اخر اصدارات لطافة، اول وحدة غادي تحط لكم اخر محطة لطافة غادي نشاركها معكم. تنتمنى انكم متحمسة بزاف ملي كتدخل شي حاجة زوينة، وغادي نحط لكم بثمن اللي هو غزال بزاف. تنتم ما تبخلوش لينا باللايكات، كاين هنايا لايك، ضغطي اختي على اللايك، لايك راه ما تتخلصوش منها البنات، راه لايكات فقط الفيديو باش كينتشر. وسمحوا لي طولت عليكم مقدمه حيت من شحال هذه ما حطيت لكم شي فيديو. نبداو على بركه الله. بناتي كيسولوا على لي بلاك ديال انزو. نعم اختي، عندك البخاخ ديال داك الرشاشه بالماء؟ لا والو ما كاينش، لا والو ما كاينش. لا عفوا مرحبا. يلا ها البنات نكملوا، سمحوا لي بزاف، دابا تقريبا شي 7 ديال العشيه واقيلا ولا 7:30 او مرق. المهم الفيديو غنحط لكم كيف ما هو، قبلوا عليا البنات اللي كيوصيو على هاد لي بلاك ديال 300 درهم ديال انزو شركه ايطاليه، ولي بلاك كلهم اصليه، ثمن اللي هو مناسب بزاف بزاف بزاف، ما دخلش عندي شي وحده الخاص وعاد بدات تشطر. البنات الثمن باش محطوط هنا باش غادي تاخدي في الخاص، باش تكوني عارفه الرقم ديال الهاتف ها هو، راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن، الثمن ديال توصل 40 درهم كنصيفطوا مع امانه والخلاص قبل التوصيل. كاين هاد لي بلاك هادو ديال 300 درهم كنت جبتهم اخر مره، تباعوا كلهم حاليا. يلاه دخلت السلعه انا غادي نشاركها معكم. فحنا بالنسبه لي بلاك كنخدموا غير بانزو، شي حاجه من غير انزو ما كنخدموش بها. كيف ما كتشوفوا كيجي باللون الاحمر وكيجي باللون البنفسجي، والثمن ديالهم 300 درهم. درجه الحراره كتوصل فيهم 950 في درجه ديال الحراره، وانت كتحكمي بدرجه الحراره كيف ما بغيتي، فيهم زائد وفيهم ناقص. البنات اللي غادي يسولوني واش سيراميك واش تيتانيوم واش عاديين، البنات هذا الشكل هذا سيراميك باش تكونوا عارفين اي حاجه كنذكرها هكا كنتجنب باش البنات ما يدخلوش عندي عاد الخاص وعادي يبقاو يسولوا. البنات راني كنحط لكم فيديو شارحه فيه مزيان وموضحه فيه كل شيء. كيف ما كتشوفوا ها هو البلاك مخليه البرا محلو، تسدى غير الباب ديال الزاج اللي داس كتشوف فيا بحال ما شنو تندير. ها نتوما البنات ها الوريقات ديالو، احذروا التقليد. كيف ما كتشوفوا راه لي بلاك كلهم مزيانين، وراكم عارفين الا كانت شي حاجه مزيانه راني تنقولها، ما كانتش مزيانه راني تنقول ما مزيانش. ها منين كتشعلوا، ها منين كتنقصوا، ها منين كتزيدوا في درجه الحراره. الثمن ديال هادو 300 درهم، فيه اللون الاحمر وفيه اللون البنفسجي. نمروا لشكل واحد اخر، البنات اللي باغيين يشوفوا كيفاش كيخدموا كيفاش درجه الحراره، ديجا حشرت معكم كلشي في فيديوهات قبل. كاين هذا البنات اللي كانوا كيسولوا عليها، هو راه دخل من شركه انزو حتى هو، والثمن ديالو 400 درهم. بالنسبه لهذا كيليق البنات اللي باغيين يخدموا الكيراتين والبروتين، هذا غزال، هذا غزال. البنات اللي عندهم الصالونات خداو من عندي عجبهم بزاف، درجه ديال الحراره فيه كتوصل 980 في درجه ديال الحراره، اوريجينال بطبيعه الحال كيف ما كتشوفوا. وانا غادي نفتحوا معكم. البنات اللي غادي يسولوني واش سيراميك واش تيتانيوم، انا غادي نقول لكم دابا نيت هذا تيتانيوم. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني ما حسن واش سيراميك واش تيتانيوم، بزوج بهم البنات زوينين كيف ما كتشوفوا، كتجي معاه الدفتر ديالو وكيجي البطاقه ديالته احذروا التقليد، والشكل ديالو او لومبالاج ديالو ها كيفاش كيجي. هنا كندير معكم فيديو بالزربه باش هكا يا ما نغبرش عليكم. مهم هنايا منين كتهبطوها باش كيتحل، بغيتو تسدوه كتطلعوا هادي، ها نتوما كتهبطوا هادي هنايا، هادي اللي غتبان لكم هنا منقطه، هادي راه غير بلاستيكه البنات كيف ما كتشوفوا. بلاتي نرجعها ليها يا اختي، بلاتي نرجعها ليها. كيف ما كتشوفوا من هنايا منين كتشالو
هنا البنات ملي كتشعلوا وكتحكموا بدرجه ديال الحراره كيف ما بغيتوا، هذا ما فيه زائد وناقص، هذا كتشعلي وكتبقاي تبركي على هذه حتى كتحصلي على درجه الحراره اللي بغيتي وكتخليه حتى كيسخن، صافي كيوقف في ديك البلاصه فين حبستي. بغيتي 400، بغيتي 500، بغيتي 600، بغيتي 700، بغيتي 800، بغيتي 900، بغيتي 980، راه زوينين بزاف. ولا بغيتي تخدمي به حتى الكيراتين او البروتين، راه تيخدم حتى الكيراتين او البروتين باش تكونوا عارفين. ندوزو لشكل واحد اخر اللي كانوا كيسولوا عليه البنات بزاف بزاف بزاف، وكاين كاع اللي خداوهم وعجبهم وباغين يعاودوا يزيدوا ياخذوا منه لعائلتهم. ها نتوما كيف ما كتشوفوها، هو اللون الاسود واللون الاحمر راه دخلوا فيه زوج ديال الاشكال. انا غادي نفتح معكم اللون الاحمر كيف ما كتشوفوا بعدا، شوفوا الامبالاج ديالو كي داير. كلهم احسن ماركه اللي ما كتحشمناش مع عباد الله هما ديال انزو، احسن ماركه تقدري تخدمي بها، حتى الناس اللي كيبيعوا كيشريو خدموا بلا مارك ديال انزو، غزاله بزاف. غادي اي واحد بعتوها ليه غادي يعجبو الحال، غير الاثمنه رفقوهم. بحال مثلا هذا شريت واحد البنت بعيده تواصلت معايا البارح، حسبوه ليها ب 800 درهم 16000 ريال، يعني الواحد ما يغليش بزاف في الثمن ديالو. هذا الحمر هذا ديال التيتانيوم درجه الحراره ديالته كتوصل 985. بالنسبه اللي كتجي في مع لاتروسا ديالته، هذا كيجي في الاحمر والذهبي، وانا غادي نفتحه معكم وتشوفوا الشكل ديالو. هذا الشكل ديالو غزال من الداخل، شي حاجه ديال المخوى. ما عرفتش انا ديما ملي كنجي ندير فيديو كياكلني في من الفوق، ما عرفتش مناش. المهم لاتروسا ديالته ها هي، ها نتوما البنات ها هي لاتروسا ديالته، وسمحوا لي الا كنت كنزرب شي شويه في الفيديو. ها هي لاتروس ديالو او لاتروس ديالو. البنات شي يقولوا لي بقيت هضري هكا زعما كنا ما تهضريش هكا هي هكا هي مطلوقه. البنات انا راه كنهضر بعفويه، بالعكس راه الواحد اللي كيهضر بعفوي راه ما كاين ما احسن منه باش تكونوا عارفين. المهم ها نتوما البلاك، شوفوا الشكل ديالو كي داير غزال. كلهم هادي البنات اللي كيسولوني في الخاص ملكه واش الكابل كيدور، كلهم الكابل كيدور، ما عندك مناش تخافي، كلهم الكابل ديالهم طويل بزاف كيف ما كتشوفوا. هذا الا كانت هادي طالعه راه تيكون مسدود، الا هبطتوها كيف ما كتشوفوا شوفوا الشكل ديالو كي داير من الداخل، خطير. هذا غزال، بغيتي تعطيه كادو بغيتي تاخدي راسك غزال. كلهم لا مارك ديال انزو الاوريجينال. هذا الثمن ديالو 450 درهم البنات، هذا 450 درهم البنات، فيه الزائد ها ملي كتشعليه، بلاتي ها ملي كتشعليه، ها الناقص وها الزائد، كتحكمي في درجه الحراره كيف ما بغيتي البنات. 985 في درجة الحرارة باش تكونوا عارفين. هذا الحمر ديالو انا نوريكم الكحل ديالو كي داير، حتى هو غزال بزاف لا في الشكل ديالو. هادو في الخدمة ديالتهم غزالين، وتحت الطلب ديالكم بزاف ديال البنات كنت كنقول لكم منين غادي تدخل السلعة راه غادي نحطها لكم في فيديو. كيف ما كتشوفوا لومبالاج ديالو ها هو، ومنين غادي نفتحو ها كيفاش كيجي، تا هو كيجي في الكتاب ديالو، وكتجيب لاتروسا ديالتو والبلاك ها كي داير. واللي داس كيشوف فيا بحال ما عرف شنو تندير، حيت واقفه في انفاس مع الباب كيف ما كتشوف. ها نتوما يا البنات ها الشكل ديال الكحل، شوفوا الكحل كي داير، شوفوا النخوه، شوفوا الهيبه ديال الكحل، شوفوا اللون الاسود كي داير. خاصني نبقى نقول اللون الاسود، ما بقاش نقول اختي الكحل. ها نتوما كنحيدوا هاد البونجا هادي اللي حاطينها ما بين البلاك، وشوفوا معايا من الداخل كي داير، شوفوا الخدمه كي دايره، شوفوا ها نتوما البنات شوفوا الخدمه كي دايره، شوفوا شوفوا كي داير، حتى هو راه تيتانيوم كيف ما كتشوفوها ملي كتشعلوها ملي كتنقصوها ملي كتزيدوا درجه الحراره. هنا كيتمارك لكم درجه الحراره اللي بغيتو. الثمن ديالهم 950 درهم، الكابل كيدور، الكابل طويل، وديجا شاركت معكم في واحد الفيديو شعلتهم وكلشي. دابا غير حيت ما كاينش الوقت داكشي علاش ما شعلتهمش معكم. كاين هذا حتى هو ديال انزو كيف ما كتشوفوا، هذا في درجه الحراره ديالته كيوصل ل 1080، كتخدمي به الكيراتين والبروتين والشعر لي الشعر ليس. هادو البنات اللي رقاق كلهم عندهم جوج ديال الاستعمالات، الشعر ليس والشعر بوكلي. الكري كتخدمي به الشعر ليس، شعر بوكلي، كيراتين والبروتين. هذا الشعر الشعر ليس وكيراتين والبروتين باش تكونوا عارفين. والثمن ديالو هذا 450 درهم حتى هو،
وحتى هو غادي نفتحو معاكم باش غادي نشاركو معاكم. وسمحوا لي الا كنت كنزرب شي شويه في الهضره، راه على حساب الوقت ما كاينش، وعاد خاصني نمونطيه لكم ونحطو لكم اليوم تقريبا شي سيمانه باش غبرت عليكم غير الجرى صافي. طاحت يا اختي، كيجي مع الدفتر ديالو، وها هو البلاك، وها نتوما كيف ما كتشوفوا، شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، حتى هو كتهبطوا هذه، ها هي، ها نتوما ها هو تحل، كتشعلوه من هنايا. البنات اللي باغين يشوفوا كيفاش كيخدموا داكشي صيفطوا ليا في الخاص، نصيفط لكم الفيديو اللي ديجا كنت خدمتهم هكايا في الفيديو، تشوفوا شحال كيفاش كيوصلوا درجه الحراره. هذا كيبدا من 680، البنات ركزوا معايا، هذا كيبدا من 680 حتى ل 1080. عندك درجة الحرارة بغيتي 680 780 880 980 1080، هذا الثمن ديالو 450 درهم البنات. ندوزو لشكل واحد اخر، ندوزو الجديد بعدا، اول مرة غادي نجيبوه في المحل. كاين هذا الزرق، كاين في اللون الازرق، وكاين يا اختي في اللون الاسود، وكاين في اللون الاحمر. ها هما يا اختي، ها هما، اختاري ليا اللون اللي بغيتي، بغيتي الاحمر، بغيتي الكحل، بغيتي الزرق، كيف ما كتشوفوا. ها نتوما ها لومبالاج ديالو، ها نتوما ها كيفاش داير، ها لومبالاج ديالو، ها منين تتقلبوا ها لومبالاج ديالو. هادو الشعر ليس والشعر بوكلي، هادو غزالين وكتخدموا بهم حتى الكيراتين والبروتين. هادو اللي شاركت معكم دابا، هادو الشعر ليس والشعر بوكلي والكيراتين والبروتين، والثمن ديالهم 450 درهم. اي يا اختي غير 450 درهم غتاخدي بلاك اصلي اوريجينال. انا غادي نفتح معكم واحد، والاخرين راه باينين، يعني اللون الاحمر واللون الاسود راه غادي يكونوا باينين، ولا واحد نشاركوا معكم حتى هما. المهم انا غادي نشوف. ها نتوما كيجي على هذا الشكل، هذا كتحلوه، ها نتوما كيجي حتى هو بلا تروسه ديالتو، ها هي انزو، وكيجي معاه الدفتر ديالو كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيو لهنايا، ها نتوما هذا تيتانيوم البنات. نعم اختي، نعم اختي، اه سمحوا لي البنات الا كنت كنقطع، راه كيدخل شي حد ضروري ما خاصني نخدم معاه، وعاد باش نكمل معاكم. المهم ما قدش نخليناها فين هذا الشكل، هذا كيف ما كتشوفوا قلا خليناها في هذا النيت ديال هادو الاخرين، دي 450 درهم كيف ما كتشوفوا. ها الشكل ديالو وها الشكل ديالو، انا غادي نحلو معاكم، ديجا حليت معاكم الزرق، وهذا اللون الاحمر، والثمن ديالهم 450. هذا تخدمي به الكيراتين البروتين الشعر لي الشعر بوكلي باش تكونوا عارفين. كيف ما كتشوفوا ها البلاك وها التخوس ديالو، كيجي الكتاب ديالو حتى هو لداخل. ها نتوما البنات، ها الشكل ديال لاتروس ديالهم ديال انزو. وبالنسبه للبلاك درجه ديال الحراره كتوصل فيه، انا غادي نقول لكم شحال ديال الدرجه ديال الحراره فيه يا لالا، 980 في درجه ديال الحراره 980. كتشعلوه من هنايا، بلاتي نقلب، كتشعلوه من هنايا، وها الزائد وها الناقص، وكتحكموا بدرجه الحراره اللي بغيتوا البنات. لومبالاج ديالو ها كيفاش كيجي، ها هو، وهذا البنات راه تيتانيوم ماشي سيراميك. البنات اللي كيسولوني واش سيراميك واش تيتانيوم، راني كنذكر كلشي في الفيديو. هذا الاحمر والزرق واللون الاسود راه هما تيتانيوم. ايوا عاد كنت نكمل لكم اختي الفيديو، كانوا عندي الناس دابا راه شحال ساعه، دابا راه شي 9 وتولد تقريبا. المهم انا غنكمل الفيديو، غادي نحاول نمونطيه دابا ونطلقوا لكم، ماشي مشكل. كاين هذا البلاك هذا ديال الليزر كيف ما كتشوفوا، من شركه انزو حتى هو، درجه ديال الحراره فيه 950 في درجه ديال الحراره كيف ما كتشوفوا. بالنسبه هذا ديال الليزر، المهم ها نتوما راه فيه اللون الاحمر واللون الابيض، ها الشكل ديالو ها كيفاش كيجي، ومن الداخل ها كيفاش داير. ها هو البنات، هذه راه اللي كطيح البنات، ماشي البواطه، هذه اللي كتكون فيهم، هذه ها هي، ملي كطيح كدير الحس ديك اللي كتبروتيج ديالو. ها نتوما ها ملي كتشعلوه، وها الزائد وها الناقص، وهنا كتبان لكم درجه ديال الحراره، ها كي داير الشكل ديالو. هذا الشعر ليس فقط، هذا الشعر ليس البنات. وبالنسبه
تقدروا تخدموا به حتى الكيراتين ميكواد الشعر الكيراتين باشعه الليزر. هذا تقدروا تخدموا به حتى الكيراتين البنات. هذا الشعر ليس والكيراتين والثمن ديالو 400 درهم البنات. فيه اللون الابيض وفيه اللون الاحمر. كاين هذا الشكل هذا اللي جبناه وما بقاش والبنات بغاو كيف ما كتشوفوا. هذا الثمن ديالو 450 درهم ودرجه ديال الحراره كتوصل فيه ل 980 البنات. ها انتما 980 بالنسبه واش تيتانيوم واش سيراميك. هذا يا البنات انا غادي نشوف هذا حتى هو كتخدموا به الكيراتين والبروتين. بلاتي نشوف واش مكتوبه فيه هذا سيراميك البنات زائد تيتانيوم. هذا من سيراميك والتيتانيوم. ها هي فين حاطه؟ ها هي سيراميك زائد التيتانيوم تخدموا به الشعر ليس والشعر بوكلي والكيراتين والبروتين. والثمن ديالو ب 950 درهم البنات. هذا 950 درهم قلت لكم. هذا 450 درهم البنات. سمحوا لي عفاكم راه حيت كنزرف كنخاف لي يجي دابا شي واحد واستقعتني قطع الفيديو. ها انتم ها الامبالاج ديالو ها كيفاش كيجيو من الداخل. ها كي داير كيجي حتى هو بلا تروسه ديالته. ها انتم البنات ها هي لا تروسه ديالته كتجي هكا ديال المبرة وكيجي حتى هو الدفتر ديالو من الداخل وهو ها كي داير. ها انتم البنات راه رقيق البنات اللي باغيين شي حاجه رقيقه راه رقيق. عنده هنايا ها ملي كتشعلوه ها الزائد وها الناقص. ها ملي كتشعلوه ها هي ها ملي كتشعلوه وها الزائد وها الناقص. وهنايا ملي كتحلوه ها انتم البنات بغيتو تسدوه كتسدوه. هذا راه فيه تيتانيوم زائد سيراميك البنات اللي باغيين تيتانيوم سيراميك. هذا راه فيه بزوج والثمن ديالو 450 درهم ماشي 950 درهم راه غلط. هذا الثمن ديالو 450 درهم ديال انزو حتى هو. وكاين هذا الشكل هذا ديال البصمه حتى هو راه يلاه دخل. المهم هذا الفيديو هذا راه فيه تشكيله كبيره ديال لي بلاك. هذا حتى هو ديال انزو وهذا درجه ديال الحراره كتوصل فيه 980 كتبدا من 680 حتى 980. البنات اللي غادي يسوليني واش سيراميك واش تيتانيوم انا غادي نشوف لكم حالا 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 غادي نشوف لكم كيراتين سيراميك. هذا البنات راه سيراميك البنات. هذا سيراميك وفيه 3 في 1 كتخدموا به الكيراتين وتتخدموا به الشعر ليس والشعر بوكلي. هذا 3 في 1 هذا كتخدموا به الكيراتين والشعر ليس والشعر بوكلي. الدفتر ديالو كيجي فيه واحد زوج ديال المقيبطات والبلاك ها الشكل ديالو ها كي داير كيف ما كتشوفوا. كتشعلوه من هنايا ها الزائد وها الناقص كتحكموا بدرجه ديال الحراره اللي بغيتو. والثمن ديالو هذا 450 درهم. هكا كيكون سال الفيديو. سمحوا لي بزاف الا كنت كنزرب في الفيديو كنزرب حيت ما كيكونش عندي الوقت فين نصور الفيديو باش نجيكم نيشان. لو كان زعما لقيت غير الوقت راه تلقاوني كنحط لكم ديما الفيديوهات. كاين ما يدار داخل السلعه الوقت باش نحط لكم الفيديو ما كاينش. ها انتما كيفوتوا ها انتما هام الكليات وعاد عندي الكليات. هاد الكرسي هذا راه حطيته انا حيت كانت عندي واحد المراه كبيره وهكا بنيتها عروسه كتقدا وعطيتها كرسي حيت رجيلاتها كيضروها. المهم الا كنتي باغا تفرجي فيا الله يكمل عليك اختي بالخير. المهم كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم توصل. راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن المحل كيتواجد في مدينه سلا القريه حي البركه سيكتور 4 زنقه سيدي عبد الله بن حسين رقم المحل 10 محل عطور الريم. اللي بغا تجي المحل الا كنتي جايه في طاكسي صيفط ليا في الواتساب نصيفط لك فيديو شرحه فيه مزيان كيفاش توصلي من جهه الطاكسي للمحطه الطاكسيه حتى المحل. كنتي جايه اختي ولا خويا جايين في الطوموبيل تواصلوا معايا نصيفط لكم لوكاليزاسيون تجيبكم نيشان حتى المحل. الارسال راه حنا كنصيفطوا لجميع المدن. الثمن ديال توصل 8 ديال التوصيل 40 درهم في امانه والخلاص قبل التوصيل. وما تديش عليا الا كنت كنتلف شي شويه في الهضره راني الا غبت عليكم غير سيمانه بحال اول مره غادي ندير فيديو. المهم السلام عليكم حتى الفيديو جاي ان شاء الله. اللي باقي ما دارش لايك دير لايك. اللي باقي ما شاركاتش في القناه اش كتسنى يلاه يهديك اشتركي في القناه باش ديما يوصلك الجديد. وبسلامه حتى الفيديو جاي ان شاء الله. باي باي.